بسم الله الرحمن الرحيم. معكم السيدة نزهة العلوي، الملصقة الجهوية لجمعية السيدة المغربية ورئيسة فرع فاس. عدنا لملف لزع الملكية للمصلحة العامة. أنا واحدة من المتضررين لنزع الملكية للمصلحة العامة في ساحة أبي الجنود. الملف بدأ في 2008 أيام شباط، يعني شباط دار ممر للراجلين، الدعوه اللي دار في المحكمه ممر للراجلين، بوجلود ما محتاجاش الممر للراجلين واسي شباط. مهم، مشروع كملت عليه 10 سنين كيموت، اللي هما تيسحبهم بنادم حمار بالقرون، دخلوا مشروع في المشروع المجلس اللي موراه، المجلس السابق ديال هذا اللي قبل من هذا دابا ديال العداله والتنميه، غطاوه بلي باركينغ وما عارفين المشروع ملي كتكمل عليه 10 سنين تيموت. غطاوه بلي باركينغ وحطونا في المحكمه اللي ما درسوا لا وضعيه ديال الساكنه ولا الحاله الاجتماعيه ديال الساكنه ولا شنو عندهم ولا شنو ما عندهمش، وما درسوش حتى شنو كاين في بوجلود. خصهم غير يخرجوا بنادم يشردوه باي طريقه باي طريقه باي وجه كان. واخا سيدنا نصره الله كيهضر على نزع الملكيه وكيوصي نازع اللي غتنزعوا له الملكيه ديالو ترضيوه، وهذه الجماعه السابقه دارت العكس، دارت العكس. حتى الحكم اللي كان باسم جلاله الملك ما طبقوش، فوت ميعطونا دوك جوج فرانكات التعويض الهزيل الميت اللي ضحكوا علينا به هو الاول. ذلك لا حتى تحط الساروت، يعني خصك تخرج من دارك تكري باش تحط لهم الساروت وعاد شوف واش يعطوك فلوس ولا ما يعطوها لكش فوقتهم. هادشي اللي دارت الجماعة السابقة، وخا هما دايرينها في البيان ديالهم. هذا هو البيان، ها هو البيان ديالهم ديال الجماعة السابقة، وكيقولوها بفمهم، تقول وضمانا لحقوق الجميع فإنه لا ينفذ، يعني ما ينفذوش عليك، ولم يتم تسليم المفاتيح أو تنفيذ أي عملية إفراغ إلا، هما قالوا إلا، هما داروا العكس ديال الا بعد اداء التعويض لفائده الاشخاص المعنيين كانوا مالكين اصليين او ساكنين مكتارين او مستغلين مكتارين. والجماعه السابقه دارت العكس، دارت العكس، قالت لك لا حط الساروت هو الاول عاد تاخذ داك جوج فرانكات اللي ضحكنا عليكم بها. دابا هذا هو المصيبه الاكبر، يعني انا بعت حوايج ديال الدار باش مشيت كريت، وكاينين تما مساكن الناس مقطعين كثار مني كاع وتبهدلو. دابا المصيبه الاكبر اللي كنهضر عليها، الفاجعه ان المسكين مابقاش كيراعي وليه ولا كيضربوا له الحسبه. يلا دابا انتم خرجتونا، يلا شنو درتو في داك بوجلود؟ شنو درتو وشنو غديروا؟ يلا فين هما المشروع اللي غطيتوه مشروع بمشروع؟ قلتوا غطيتوه بلي باركينغ، ايوا فين هما هاد لي باركينغ؟ اخليتو حفره وزدتو بحالكم بعد ما خرجتونا شردتونا، ما درتو المشروع، ما خليتونا في ديورنا، ما عطيتونا على الاقل على الاقل سكن اقتصادي اللي نتوما ضاربين 10 المليار والتزام اللي سالينو في المحكمه الاداريه فيه يلا 9 المليار. ها هي 10 المليار، ها هي 10 المليار عباد الله، وما قدوش يعطيو للمسكين حتى سكن اقتصادي، وانا وحده منهم. ضحكوا علينا حطونا في المحكمه، نورمالمون حنا ما تحطوناش في المحكمه. التجار عطيتيوهم اللي لاباس عليهم وبديورهم، وحنا اللي ديورنا تخرجوهم منهم ضحكين علينا بجوج فرانكات. كملناهم غير في الكره، كملناهم غير في الكره. وسيدنا نصره الله، الله يطول ليه في العمر، كيهضر على نزع الملكيه، ترضيو بنادم ماشي تشردوه وديروا عليه العنف وديروا عليه السلطه والناس كبار كلشي مريض. في 1992 كان جا سيدنا المرحوم الحسن الثاني، كان جاي يتشن تما نيت بوجلود. اول سؤال سولهم هو على الساكنه، ملي ما جاوبوش قالوا له مازال ما درنا معاهم حتى شي حل، ما تشنش ليهم. ايوا فين هو الضعيف منكم؟ الجماعات اللي كنعطيوكم صوتنا باش تشردونا، باش تخرجونا للزنقه، باش ديروا فينا اللي بغيتيو.
10 د المليار ما قديتوش تعطيونا حتى سكن اقتصادي، على الاقل غديروا غير البحث ديالكم واحد الفئه معينه، واحد الفئه ضعيفه، واحد الفئه مقطعه كاع، على الاقل على الاقل اللي كنعطيوكم صوتنا. شي الكرامه ديال الانسان هي دارو، اللي تخرجوا من دارو شمن كرامه بقات ليه؟ شمن كرامه بقات ليه؟ دابا بغينا نعرفوا شنو كاين تما في داك بوجلود، شنو غتصنعوا لنا تما؟ اللي جا خصو يطلب غير راكم عارفين غير الميزانيه، كطلبوا غير الميزانيه، واللي كاين شنو غيكون تما الله اعلم. ولا تشردوا عباد الله تخرجوهم من ديورهم صحه صحه، تقولك لا المحكمه اللي حكمت لكم، المحكمه اللي عطاتكم، والخبراء اللي حددوا. ايوا فين مشى المسكين؟ بيتخرجني من دار الكرا، دار الكرا اللي با دارو بانيها ثلاثه اللي فاجات باعها على الوطن، وانت جاي تخرجني من دار الكرا اللي انا كاريه فيها قديمه 60 عام، واحد الثمن يعني قد عليه على حسب المنظر اللي كنشد، وتجي تخرجني من داري بواحد جوج فرانكات كملتهم انا غير بالكرا. الكونترا دانا ديالي ديال الكرا هاي 62، هاي شتا 62 ساكنين حنا في هاد ديك الدار اللي خرجتيونا منها، ديك الدار اللي ضربتو كلشي في الزيرو، ضربتو كلشي في الزيرو، مسكين قتلتوه، قتلتوه المرشحين اللي كنصوتو عليكم، اللي كنعطيوكم صوتنا باش تشردونا، تشردونا للزناقي، تخرجونا للزنقة وديرو فينا اللي بغيتيو، حنا اللي كنعطيوكم صوتنا. دابا بغيت غير نعرف داك بوجلود شنو غادي ديرو فيه، شنو غادي ديرو فيه؟ لأن يعني المشروع كمل 2022 درتو، غادي تحطو لي باركينغ اللي غطيتيوه، ممر لي الراجلين غطيتوه بلي باركينغ، وهي مشروع معمرو كيكون فوق مشروع، يعني مشروع كتفوت عليه 10 سنين تا يموت، لي نتوما رديتو كلشي حمار، كلشي رديتو ما تيفهمش غير نتوما لي تتفهمو، وفي الأخير وفي الأخير خرجينا، كتقولو حنا هشاشة وقليل السقوط، وملي كنا هشاشة وقليل السقوط، علاش كنتو كتحفرو؟ تتقبوه هنا وتقبوه هنا وتقبوه هنا وتقبوه هنا، وحنا هشاشه وقليل السقوط، يعني حتى الحياه ديالنا كانت في الخطر وانتم عارفين، وهكاك وما كنتوش كتوقفوا الحفير، ما كنتوش كتوقفوا الحفير. انا ندائي لسيدنا نصره الله، الله يطول ليه في العمر، ندائي ليه اسيدنا، شوف هاد الشيء، هاد المشاريع اللي كيدير وبسميتك مشروع ملكي وكيخرجوا بنادم يشردوه، اسيدنا نصرك الله وايدك، اسيدنا راك الضعيف قتلوه، المسكين قتلوه، تيشردوا المواطنين، تيشردوهم بالسميه ديالك بالمشاريع ملكيه، وحتى شي مشروع ما كاين في داك بوجلود، حفروا حفره وخلاوه، حتى لي باركينغ اللي غادي يديروا ما يتسعش حتى الطوموبيلات اللي كاينين تما، ديال الحوانت اللي كاينين تما، ديال المجاورين، الحوانت المجاوره ديال بوجلود ما يتسعوش في داك الباركينغ اللي غيديروا اللي كيضحكوا به على البشر، اللي ما عرفناش شنو هي داك المشروع اللي كاين تما، حتى الطابلو ما دايرينوش. حتى الطابلو ما دايرينوش، وبلا اللي نزلوا عليه وهبطوا عليه وما عطاو له حتى حاجه. سنوصل ندائي، ندائي باش يوصل سيدنا نصر الله وأيده وأطال في عمره وشفيه، والله يخلي ليه ولي العهد مولاي الحسن. أسيدنا راه شردتنا الجماعه، سيدنا مشروع ملكي، تقولوا مشروع ملكي وما كاين لا مشروع لا والو، احفروا حفره وخلاوها تما وخرجونا صحه بجوج فرانكات، قالك لا المحكمه اللي حكمت لكم والخبراء اللي حددوا لكم، وملي المحكمه ما نصفاتناش وما عطاتناش على الاقل سكن اقتصادي على الاقل، وحطوا هما التزام، الجامعه حطت التزام فيه 9 د المليار، وهي تلقات 10 د المليار د الميزانيه اللي كانوا طالبين في لي باركينغ، ها هي 10 د المليار، ها هي 10 د المليار. تيستحمروا شكون ما نعرف، واش حنا ولا هما، تيديروا ديك تبهله على البشر. بغيت نتمنى صوتي يوصل وزير الداخليه السي الفتيت، الله يرضي عليك السي الفتيت، تنبه لهاد الناس المساكن، الضعفاء اللي كيشردوهم باسم جلاله الملك مشروع ملكي وباسم نزع الملكيه، حتى ديور الكرام ما خلاوكش فيهم، طمعوا لك حتى في الدار ديال الكرام اللي ستراك ومغطيه عليك،
ضربوا كل شيء في الزيرو وما داروا حتى حاجه. كنتمنى صوتي يوصل حتى الامين العام للحكومه، راه شحال من شكايه درت ليه والخروقات وكل شيء كتبتوا له في الشكايه. حنا تنتشردوا سيدنا، حنا كنتشردوا، كتشردنا الجماعات اللي كنعطيوهم الصوت ديالنا، حنا كتشردنا ورا شرداتنا، ماشي عاد تشردنا، حنا تشردنا. انا نبعت حوايجي باش كريت هاد الدار، كملت دوك جوج فراكات كملتهم غير في الكرا، يعني ضحكوا علينا وما داروا لا مشروع لا والو. كنتمنى صوتي يوصل لسيدنا، كنتمنى صوتي يوصل لسيدنا، كنتمنى صوتي يوصل للسي وزير الداخليه السي الفتيت، وكنتمنى صوتي يوصل للسي الحموشي، وكنتمنى صوتي يوصل للامانه العامه للحكومه. هادشي راه لغاو من هذا منكار اللي حنا ولينا فيه، يديروا مشروع ملكي وينزع الملكيه للمصلحه العامه ويضحكوا على المواطنين ويشردوهم للزنقه. الله يتولاكم، الله ياخذ فيكم الحق. انا كان ديما كنفوض امري لله، نتوما شردتونا والله ربي لا تلقكم بالدين، والله ربي لا تلقكم بالدين، والله ربي لا ما بين فيكم الاعتبار، والله ربي لا ما بين فيكم الاعتبار. سمعتوا الجماعات، الجماعه اللي شردتي اراميل، الجماعه السابقه اللي شردتي اراميل، ما راعيتي حتى شي واحد، ما راعيتيوش لا الناس هجاجل ولا ما عندهم لا مدخل لا والو، وضحكين عليهم دوك جوج فرانكات. هي الدار ديالها كتسوى 30 40 مليون، نتوما عاطينهم جوج فرانكات 5 المليون 6 المليون 7 8، كاع ما كتحشموا، كاع ما كتحشموا. والله ما سمح لكم بعدا انا اللي شردتوني، انا اول وحده، اول متضرره ملي هضرت على الحق وليت ما مزياناش. ندائي لصاحب الجلاله نصره الله واياده، سيدنا راه المسكين راه صافي قتلاتو هاد الجماعه السابقه، المسكين تشرد، المسكين ما بقات عنده قيمه، المسكين ما بقاش عنده الصوت ديالو كيتسمع. وكنتمنى صوتي يوصل للسي الفتيت وزير الداخليه حتى هو، لان حتى الداخليه داخله في هاد نزع الملكيه. وكنتمنى صوتي يوصل للامانه العامه للحكومه السي محمد الحجوي، راه شحال من شكايه، جوج شكايات درت ليك، يعني ما كت تعطيوش اعتبار حتى للشكايات اللي كيصيفطوا لكم المواطنين، يعني المواطنين ولا بحال الزبل عندكم، بحال الزبل. والكرامه ديال المواطن شنو هي؟ هي دارو، ملي تخرجوا من دارو شمن كرامه بقات ليه؟ شمن كرامه بقات ليه؟ درت جوج طلبات، ثلاثه ديال الناس حنا بينا، لان صافي حنا ما عندنا لا مدخل لا والو، شي حاجه قليله انا بعدا كنشد كملتها في الكرا. ايوا ماشي حرام عليكم، يا ريت كون درتو غير شي المشروع اللي كاين تما اللي كتقولو مشروع ملكي، يا ريت ماشي ديتو 10 د المليار وما كاين والو، ما كاين والو. كون غير عطيتونا على الاقل سكن اقتصادي، كون بردت لنا الغبينه اللي درتو فينا والشوهه اللي درتو فينا حنا مساكنين. وكتقولو نتوما هذيك الساكنه هشاشه وقليلي السوق ودوك العمارات، وانتوما كتحفروا وكتثقبوا هنا وتثقبوا هنا وتثقبوا هنا، يعني حتى الحياه ديال المواطن عندكم بحال الزبل كانت، يعني حتى الحياه. وكتقولوا حنا هشاشه وقليل للسقوط وما راعيتيوش، ما راعيتيوش. زعما نقول لكم حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، لان حنا اللي كنعطيوكم صوتنا باش ديروا فينا اللي بغيتيو. ولكن الله يمهل ولا يهمل، يا ترى العواقب، يا ترى العواقب، ساينوا الدقه الله فين غتجيكم ان شاء الله بقدره الله. يلا باي باي عليكم.